طبعا الأهمية أنك أنت توصل للببليك وللجمهور الخدمات اللي ممكن طبعا توضح عملية الإمرجنسي في عملية الطوارئ والأزمات. أوكي. طبعا الهدف من هذه المشاركة هو طبعا توضيح للجمهور ومتخذين القرار الدور اللي تلعبه بلدية دبي عند حدوث الأزمة أو الكارثة. ما شاء الله كان الحضور كبير، وتنظيم ما شاء الله على قدم وساق.